تقام اليوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021 البطولات التالية: تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، والتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، حيث تقام اليوم 11 مباراة بالجولة الثامنة، وهي كالتالي: المباراة الأولى قبرص ضد مالطا، تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 مساء بتوقيت السعودية، و4 عصرا بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت وان اتش دي بريميوم. المباراة الثانية لاتفيا ضد تركيا، تقام في تمام الساعة 9:15 بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، و7:15 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 1. المباراة الثالثة هولندا ضد جبل طارق، تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، و7:15 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت 3 اتش دي بريميوم. المباراة الرابعة النرويج ضد الجبل الأسود، تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، و7:15 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 انجلش. المباراة الخامسة ايسلندا ضد ليشتنشتاين، تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1. المباراة السادسة مقدونيا الشمالية ضد ألمانيا، تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر، و10:15 مساء بتوقيت السعودية، و7:15 مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم. المباراة السابعة رومانيا ضد أرمينيا، تقام بنفس التوقيت أيضا 9:15 بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2. المباراة الثامنة كرواتيا ضد سلوفاكيا، تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2 اتش دي بريميوم. المباراة التاسعة سلوفينيا ضد روسيا، تقام بنفس التوقيت ايضا 9:15 بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 2. المباراة العاشرة روسيا البيضاء ضد التشيك، تقام بنفس التوقيت 9:15 مساء بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة سي تي سبورت. المباراة الحادية عشرة استونيا ضد ويلز، تقام بنفس التوقيت 9:15 مساء بتوقيت مصر، و10:15 بتوقيت السعودية، و7:15 مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 انجلش. ثانيا مباريات التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث تقام اليوم 5 مباريات بالجولة الرابعة من دور المجموعات، وهي كالتالي: المباراة الأولى موزمبيق ضد الكاميرون، تقام في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مصر، و4:00 بتوقيت السعودية، و1:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة الثانية الجابون وأنغولا، تقام بنفس التوقيت 6:00 بتوقيت مصر، و4:00 بتوقيت السعودية، و1:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة الثالثة بوركينا فاسو ضد جيبوتي، تقام في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مصر، و6:00 بتوقيت السعودية، و3:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة الرابعة ساحل العاج ضد ملاوي، تقام في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مصر، و7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة الخامسة ليبيا ضد مصر، تقام في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مصر، و10:00 بتوقيت السعودية، و7:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. ثالثا مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الخامسة، وهي كالتالي: المباراة الأولى الأرجنتين ضد أوروغواي، تقام في تمام الساعة 1:30 بتوقيت مصر، و2:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2 اتش دي بريميوم بتعليق صور الذهب. المباراة الثانية تشيلي ضد باراغواي، تقام في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مصر، و3:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم بتعليق مدر اليوسف. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.